لجوتك يا علي تعيش بعدي لتدفن جثتي وسط الحوض وتمشي باكيا من خلف العشي كما يبكي الوليد على الفقير يا كوكبا كواكب يا عمي كواكب كواكب راحت من التشغيل عليهم يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار جاورت وجاور ربه شتى بين جواره وجواره جروحنا حار عمي جروحنا حار من ناعي شوي ان شاء الله تبرد هالولد وهالحر الحروب من قطع وصالك بسيفه وبعدك على الدنيا العفا اكبر يا نور العين خليت ابوك شال على صدره دمعته تجري على خداله يصيح رحتوا يا رجالي مالكم عاد صيح اكبر جابه الخيام ومدد يا بجثة الجاع بل يلتحب ويصيح قعدوا قعدوا يا بني أكبر قوم العزيز جرمضي عيناه يا عن حرة الرمضة بمدلل قومي صيحة كلهم يشوفونا شافوه مرمي على الثرى ومغمض أكبر يا نور العين يا معفر شافوا بن حسين في النوم في ترجمة الشيخ محمد بن نصار يقولون شافوا بن حسين في النوم دمعة تصب على خده مش عندك ابو علي تمشي قاعد بن نصار جرح قلبي اتذكر بيت من ابياته وتجري دموعي اي بيات قال يوم قال يا ابويا من سمع يا ابويا
يقول لي يا ولد انت تحت بالمعركة وما اجت الا فارقت الحياة. منو اللي قعد عند راسك يسمع صوتك؟ منو اللي مسح دمومك؟ يلا يا شباب هذا حق الشباب الليلة ليلتكم ترى. الليلة احنا نقعد نستمع وانتم اللي تولون الامر. يا ابويا من سمع يما الخاصة بالحوراء زي ما عليه السلام.
والتي إلى الآن لم نسمع عن أحد من الأنبياء أو الرسل أو من سائر البشرية قرب قربانا كما قربته زكريا وهيئ نفسه لتقديم القربان كما هيئت زينب نفسها. سنتحدث حول هذا المضمار ثم ننتقل الى شق ثاني للحديث عن قرابين المقربين والفرق بين كل مقرب وما هو قربان كل مقرب. الشق الاول حينما نمر على زينب الكبرى وهي تقرب جسد الحسين الى الله يتبادر الينا سؤال: لماذا زينب هي التي قامت بهذه المهمه؟ المفترض قربان بحجم الحسين ينبغي ان يقدمها شخص بمستوى المعصومه، بمستوى الامام، فكان من الاجدر مثلا ان يقربه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مقتله ويقول: اللهم تقبل مني حسينا قربانا، او يقربه امير المؤمنين عليه السلام، او تقربه فاطمه عليه السلام، او يقربه الحسن. لكن ما وجدنا احدا قام بهذه المهمه الا الحوار زينب عليه السلام. وهذا يدعونا للتامل ان زينب صلوات الله عليها قامت بوظائف المعصومين الاربعه بل الخمسه. يعني التقرير المفترض ان يكون بصاحب القربان. صاحب القربان هو رسول الله حسين مني وانا من حسين. فادت زينب عليها السلام مهمه رسول الله، مهمه علي بن ابي طالب، مهمة الزهراء سلام الله عليها، مهمة الحسن. بل أننا إذا علمنا بأن قرابين الأنبياء ما هي إلا تمهيد إلى هذا القرآن العظيم وهو قربان الحسين سلام الله عليها، نستطيع أن نستخلص أن زينب كانت تؤدي وظيفة 124,000 نبي ورسول. حسين وفيه من الأمور: السلام عليك يا والد آدم صفوة الله. يعني كان من الأجدر أن هؤلاء الأنبياء كانوا يهيئون ليأتي حسين فيختم على مشاريعه بالصحة والثبات. لولا دورة الحسين عليه السلام لكانت حركة كل نبي مهددة بالانقلاب والاندثار، لأن وجود الدين المحمدي بالدم الحسين، والدين المحمدي هو الحافظ وصمام الأمان للديانات السماوية. فلو أن حسين عليه السلام لم يكن بهذه المهمة، كل الديانات السماوية كانت في خطر الانقراض إن عاجلا أو آجلا. فكل الأنبياء كانوا يأملون بهذه اللحظة وينتظرون هذه اللحظة أن يقرب الحسين قربانا، لأن تقريب القربان هو الذي سيلقي ثمار الثورة. هذا ينشئ الله له شيعة. هذا متى الإنشاء؟ الإنشاء يكون بعد تقريب القربان. إذا قدم الحسين إن لك في الجنة درجات لن تنالها إلا بالشهادة، تمت الشهادة، فجاء وقت حصاد الثمرة. فزينب حينما أتى معها 124,000 نبي ورسول ينتظرون زينب أن تقوم بمهماتها. فلا تحسب المسألة عاطفية مجردة، والله زينب مشت إلى جسد الحسين فحسب. لا، زينب تؤدي دور النبوة والرسالة والإمامة. كل هؤلاء اجتمعوا في كيان الحوراء زينب. هذه إضاءة أولى. إضاءة ثانية: نأتي إلى زينب لنتعرف على البطولة الزينبية، على عظمة الزينبية. إذا أردت أن تعرف من هي زينب، تأمل فقط في هذا الحديث. أول أمر من خلاله نعرف عظمة زينب
التوقيت الذي كانت فيه الحوران. نحن نضع أناسا يا إخواني حينما يتعرضون إلى حادث مفاجئ يذهلون عن أوجب الواجبات. يجي حدث مفاجئ مثلا مداهمة عدو، الآن هو في وقت الصلاة والعدو داهم وباقة، يذهل عن الفرض الواجب حتى ولو كان متبين وحالة الاستقرار، بل أنه يحرز الفقهاء والمراجع يحرزون لصحة الصلاة شروطا، ومن هذه الشروط الطمأنينة، فإذا الطمأنينة غير متحصلة الصلاة لا تقوم إلا بالطمأنينة. وهناك الكثير ممن يذهل، فقط مراجع فقهاء يجي مثلا خلف مقام إبراهيم يصلي للازدحام للتدافر، يصيبه شيء من الارتباك ما يقدر يصلي. هذا للكل أنه ما عنده توجه، عنده توجه، لكن هناك من يشغله عن أداء هذا الواجب. هذا مو تقصير، هذا يعبرون عنه بقصور وليس بتقصير. سيدنا عليه السلام انظر في تلك الساعة ذكروا بأن هذه القضية كانت يوم الحادي عشر من المحرم، وهل تعلم ما كانت في يوم الحادي عشر من المحرم؟ من ملاحقة أعداء الله ومن خوف على ضياع أطفال، لأنه في ذلك اليوم ولد الحادي عشر، في ذلك اليوم فر أطفال في يوم الحادي عشر. في يوم الحادي عشر هناك أطفال ضاعوا، اللي ضاعوا مو بس أولاد مسلم، ضاعوا أطفال من ومن مات في الغار، وهناك من الأطفال غير هذين الطفلين محمد وإبراهيم اسم أحمد بن مسلم، هذا ضاع يوم الحادي عشر لأنه شاف تخريب المياه. ولا تتصور أنه بس مجرد تركيب، لا، ملاحقة وهذا خاف ففر على وجهه وصار يركض يركض ولا يطالع إلى الوراء. ما توقف إلا حينما حس بأن قلبه سيقف في صدره، التفت وإلى ناخية موجودة ولا يشوف قدامه موجود، ظل واقف في البيت إلى أن مر عليه مجموعة من الرعاة، خاف يقول أنه أنا من عائلة الحسين لأنه رأى ليلة الحادي عشر. كل من قال أنا، كل من قالت أنا طفلة للحسين ضربوها بالسيف، كل من دروا عنا أن من مخيم الحسين تعرض حتى إلى القتل، إجوا سألوا من أتكى أنا طفل ضائع وأخذوه دلت ترجع إلى لك المأذن يا ربي. وبقي معهم يرعى الغنم ست سنوات حتى تقشر وجهه وهو مخفي حسب ونسب، الى ان ظهر المختار الثقفي في جسر احمد بن مسلم، عرف بحسبه وبنسبه واخذوه الى المختار، والمختار ارجعه الى المدينه، وامه ما تدري عنه هو حي او ميت. نقالها ضاع من ضمن الأطفال الذين ضاعوا، ذاك اليوم شافوا إذا طفل أسمر اللون وتقشر الوجه، لا هو من أهل المدينة، لا هو من أهل البوادي، ثيابا مسكا غبار على ثيابا واقف على الباب، ظنوا بأنه سائر فقير، قالوا البيت ما في أحد، قال هذا بيت دخول الباب. إجت أمه رقية أمير المؤمنين، صارت تتفرس في وجهه، الوجه سبحان الله وقلب الأم، لكن الملامح متغيرة، تنظر ثم تشيح بوجهها، تطالع مرة ثانية وتركت تصد عنه، ثم قالت أحمد. قال بلى يا أمة أنا أحمد. أين كنت؟ قال يا أمة ست سنوات أرى الأغنام في البار، وين اخواني محمد وابراهيم وين وحميده وين عاتك وين؟ يقول كانت المفاجعه الاشد شعر زين العابدين، لانه مع هذا الان جاي يحضن الحسين في زين العابدين، يحضن العشيره في زين العابدين، فجاء والكب في حجر الامام زين العابدين وهو يقول سيدي اين اهلي؟ وينهم العشيرة؟ وينهم اخواني؟ وينهم؟ ما اشوف احد، ست سنوات اجي البيت ما بي احد. كان زين العابدين يقول لاحمد لا تسالني، انا سال كربلاء كم حولت
حالة ذهول، ولا يلام الإنسان الحسيف من أن يذهب. بينما زينب عليه السلام مع تلك المصانع من ملاحقة الأعداء ومن وقوف الجناوز على رأسها ومن ضياع الصبية ومن ترجيب النساء ومن العليل المقيد، ما تركت هذا الواجب، مضت إلى جسد الحسين. شهد زينب هذه، شوف هذا تعرض عظمة زينب بأنها أشد من الجبل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن أشد من الجبل، لا تحركه العواصف ولا تزلزله القواصف. خلي على كربلاء تجي 60 كربلاء، خلي على عاشوراء تجي 60,000 عاشوراء. زينب هي زينب، ما تحتاج إلى زيادة، هي زينب. وما اختارها الحسين وما اختارتها اليد الإلهية إلا لأنها زينب. ثم تعال معها وهي إلى الجسر، هذه كلها استحضرها. أنا ليش خدشتها من ليلة التاسع حتى ليلة باجر ويوم العاشر وليلة الحادي عشر؟ هذا الفكر مهضومة عندك، فبكاءك على زينب يكون بكاء معرفة مو بكاء مجرد استماع. وصلت إلى الجسد الشريف، تعرف الجسد عاد شلون؟ لك أن تتصور هذا الجسد كيف يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: وجد في جسد جدي الحسين 1900 جراحة. قالوا له: يا ابن رسول الله، إن جدك ليس بالطويل الشاهد ولا بالقصير اللاصق، شلون تصير عليه 1900 جراحة؟ قال: الضربة على الضربة والطعن على الطعن. يعني هذا محل ضربة السيف يا جماعة، يمكن يجي سهم بعد في الضربة، السهم الموجود في الضربة ينكسر يجي محل الروح. ورد في الأخبار: حارر الحسين بالأخشاب والحجارات. يوم يقول الحسين كأني بأوصالي تقطعها، شنو؟ ما قال مقاتلي، قال حسنان مثل الذئاب. هذا لما تمكن أنه يرمي الحسين أو يضرب الحسين، لما كان الحسين على ظهر الجواد وهو طامع في الجائزة، شو يسوي؟ يقول: خليني حتى أروح أطالب بجائزة. يجي إلى الحسين وهو يعود على الترام، ياخذ حجر يرمي. زينب عليه السلام حينما جاءت للحسين، وهذه احنا نمر عليها كثيرا مرورا دون التأمل فيها، الحسين في الساعة مجرد جسد؟ لا، مو مجرد جسد، كومة من الأسلحة، كل الأسلحة تجمعت على جسد. أنا سمعت كلمة من بعض المحققين يا إخواني، سيد جواد شبر، هذا من أهم محققي واقعة الطب، يقول: أنا بحيرني شيء، أنت الآن لو يغيب عنك واحد عزيز على قلبك 15 سنة 20 سنة، إذا التقيت لازم تعرفه، صح يتغير، لكن على الأقل يوقف قدامك تتفرس في وجهه وتعرفه. غايب عنك 10 15 سنة 20 سنة، توقف تقول: هذا شيء شايفنا، أنا صاير وياه في سفر، عايش وياه، ما أدري هو لولا أروح أسلم. الحسين غاب عن زينب نص ساعة بس، مو أكثر، مو 20 سنة، وهالنص الساعة وقفت زينب عليه صاحت: أنت الحسين. ما عرفت في نص ساعة يا جماعة، أنت الحسين، أنت ابن والدي. زين يريد يحكي، وين يحكي؟ وين يقدر يتكلم؟ ثلث القلب استخرجه السهم الفطر. وهي تريد تعرفه ولا لا، النور نور إمامه، لكن ما في صوت. هنا عرفت استنطق الحسين، قالت كلمة
قال هالكلمة خلت الحسين مع العلم أنه لا ما قتله بشيء من القلب المتبقي في صدره يتكلم يا زين. شكالت من قالت يا ابن أمي أنا أعلم بأن حق الأم على الولد عظيم. الولد من يحلفون براس أمه ما يقدر يرد هذا الحل. أقسم عليك بأمي إذا أنت الحسين جاوبني. فهنا لما سمع الحسين قال هذه الكلمة شكال عام ما قال أنا الحسين بس يقولون الكلمة اللي طلعت من الحسين قال كسرت قلبي. فوقعت زينب حينما جاءت إلى جسد الحسين كان كتلة من الأسلحة المتركزة في جسده. وهكذا ورد في النقل التاريخي فوضعت يديها أو افترشت يديها تحت جسده يعني بسطت يديها تحت جسده وحركت الجسد الشريف وإذا بالجسد يرتفع على راحة يدي زينب. أسلحة بهذا الكمل وزينب كانت لا تقوى على الوقوف لصلاة الليل صلت من جلوس ما بقدر توقف وتصلي شلون تشيل هالكم من الأسلحة. يحتمل أمران يا إخوان أن قوة زينب من قوة أبيها أمير لأن زينب كما ورد في وصفها أشبه الناس بأبيها عليها. الحسين أشبه الناس بالنبي وزينب أشبه الناس بعلي. بنيتها بنيت علي طاقتها طاقة علي قوتها قوة علي. علي يقول قلعت باب خيبر حين قلعته لا بقوة جسمانية بل بقوة ربانية وإني لطاوي منذ ثلاث ما عنده شيء بطر وخلى مو خلى الباب على راحة إيده اقتلع الباب بإصبع واحد بالسباب وجعله على راحة يده. وهذه بالذات الأسئلة هلبوا بالذات الأسئلة. فيحتمل أن طاقة زينب كانت من طاقة علي في رفع الجسد طاقة ربانية. وهذه أسرار أهل البيت يا جماعة. حتى السهراء فاطمة الزهراء خلي شوي نعرج عليها مستاهل فعل في أيامها هذه. الزهراء لما جاء الرجل يريد أن يفتح الباب إيش تتصور؟ إحنا نتصور بأن الباب كان ينفع يروح ويجي يعني هو يدفع وهي تدفع نعم هذا. فاطمة فقط وضعت يدها على الباب وإذا بالباب كأنما التحم بالجدار يعني ما بي حركة خلاص يد فاطمة صارت كالسد المنيع. عجل شوف الباب بانت أنامل الصديقة من خلف الباب. وهذه خلية في بالك ترى الزهرة يوم شانت إيدها مو من ألم الصوت لا مو من ألم الصوت لكن لأنها علمت لأن يدها قد بانت للرائي. هل لدي علماء الفقهاء يقول لكنها لاقت وراء الباب رعاية احتمال أن زينب عليها السلام إنما استخدمت تلك الطاقة التي هي عند فاطمة وعند علي. هذا رأي. الرأي الآخر يقول لا زينب ورد في حقها أنت بحمد الله عالمة غير معلمة. غير معلمة يعني شنو؟ يعني بحديث الملائكة تعلمها الملائكة والملائكة اللي تحضر حتى تعلم زينب ما تحضر لها في هالشدة يعني اللي بيجي يعلم زينب. زينب أحوج الآن لمساعدة الملائكة أكثر من التعليم. ولهذا قال بعض الفضلاء بأن زينب حينما حركت جسد الحسين كان جبرائيل إلى جوارها فهو الذي حرك جسد الحسين لزينب. يقول لها زينب تكلفين على نفسك عليك بس الدعاء هالجسد نحن نشيله. فبمجرد أن بسطت يديها تحت الجثمان وإذا بجسد الحسين يحلق في السماء على راحة زينب. هذا أسرارها العظيم هذه كل هذا ليتعرف على هذه الحقيقة
ثم بعد هذا أقول لك من أين جاءت زينب بهذا؟ جاءت به من الحسين. ولهذا قالت زينب هذه الكلمة وهي التي تكشف عن سر الحوار. صاحت: اللهم تقبل منا هذا القربان. البعض يقول العظيم، يا جماعة ما موجود العظيم في التواريخ وفي النصوص. قالت زينب عبارتين: إما اللهم تقبل منا هذا القربان القليل، أو قالت هذا القربان اليسير. وهذا شأن المؤمن، شأن المؤمن كلما قدم شيئا إلى الله استقبل. دائما يشوف قليل. الحسين عظيم، هو عظيم، لكن أمام الله هو قليل. الطفل على ذراعه أبوه والدم يسيل. يا أبا عبد الله، إيش هالحسين هذا؟ إيش هالسر الذي جوا عليه؟ أي قلب لا يخشع عليك؟ أي المحاجر؟ الولد يتعثر على صدره، والسهم قد دخل في الرقبة وخرج منها وارتكز في الذراع، والحسين يضع كفه تحت رقبة الولد ويملأها دما. ما يقول يا ولادي، وما يبحث عن علاج إلى البلسة، ما يقول خذ خذ حتى ترضى. بدل هالولد أعطني 60 ولد أوديه لك يا رب، إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. والسبب تتلقى عطايا الحسين، جنة الله يكون نجيب يا ابو علي. ولهذا كلما رمى الحسين دما يقول الباطل: فما وقعت منه قطره. هدم المدرسه هذه هي التي خرجت زينب سلام الله عليها. شق الاول من اول الله التهم. اتمنى ان هذه الاضاءه عرفتنا باسرار كربلاء الخفيه وبكنوزها المدفونه اكثر فاكثر. على موعدنا الليلة للاستيفاء إلى المأتم لاحتياجاتها، كنت قد طلبت منكم أن تستعدوا وتتهيئوا لهذه الليلة ليكون الجود بسخاء، وهذا ذخيرة لكم وهذا باق لكم إن شاء الله ولأعقابكم. المأتم قائم على أعداقكم، جزاكم الله خيرا. الثاني من الحديث مقابلة بين قرابين المقربين. دعنا ننظر كيف قرب إبراهيم الخليل قربانا وكيف قرب الحسين قربانا. إبراهيم الخليل قرب لله قربانا وهو ولد، وهذا الولد جاء في وقت من اليأس بأنه لا يوجد له ولد، وجاءه على كبر وهو ولد بلغ من المقامات إلى درجة النبوة، وجاء الأمر الإلهي بأن يذبح هذا الولد. ومنظر مريع، منظر مؤلم. يعني تتصور من منا يقدر على ذبح بهيمة؟ شايفين احنا التكليف بالذبح في الحاج يقع على الحاج، الحاج هو الذي هو المأمور بأن يذبح. لكن لأن هذا المنظر لا يقوى عليه كل بشر فيوكل، يجوز له أن يوكل من يقوم بعملية الذبح نيابة عنه، وإلا هو المفترض هو المطالب بالذبح. بس هناك مشاهد يا إخواني ووظائف ورقات على الإنسان لا يستطيع الإنسان أن يقوم بها. منها مثلا أن تغسيل الميت يقع على من؟ يوجب على من في البداية؟ على الولي. بس صعب على الإنسان أن يقوم بتغسيل ولده أو يقوم بتغسيل أبيه. ولهذا رأفة ورعاية من الله عز وجل لحالة الإنسان جاز له أن يوكل، أن يجعل أحدا يقوم بهذه المهمة عوضا عنه. فأولا الصبي الصغير عوض أن يكون بهيما هو صبي، من يقدر على ذبح صبي عمره 9 سنوات أو 12 سنة؟ ثم هذا الصبي ولد، ثم هذا الولد نبي، ثم هذا الذي جاء بعد سنوات من الانتظار، ثم انه غني، يعني مو مستحق للجنايه، مو مستوجب ان يعاقب، وهو ليس بعصابه.
ولكن هكذا اقتضت مشيئة الله عز وجل أن يأتي بولد فيقوم ذبحا. وشوف هذه العبارات التي صدرت من إسماعيل لإبراهيم في وقته. الولد هم مطيع ومسلم أمره، يقول له يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وشوف الصبر شلون، يقول له بس أنا أطلب من عندك بعض المقدمات، بعض التمهيدات قبل عملية الذبح. قال له ما هي؟ قال له أولا أنت بتذبحني وأنا واقف؟ قال له لا سأرجع. قال له إذا أرجعت كيف ستكون يداي ورجلاي؟ قال له خليك على رسلك وأذبحك. قال له لا يا أبي خليني على رسلي، أخاف أنه أحفظ لي يدي ورجلي الترى، وهذا يمكن يقلل من أجري، يقلل من ثوابي ويقلل من أجري. أنا يمكن ينكسر يومي وأنت يمكن تتأثر، وإحنا نطمح في أكبر قدر من الأجر والجنة. قال لي إذا ما أصنع؟ قال شد يدي للوفاق شد وثيقا، اربط إيدي واربط رجلي. ما أتحرك، لا أنا ينقص أجري ولا أنت ينقص أجري. وهذا من الفوارق يا إخواني، الفوارق. الحسين لما أخرج علي الأكبر ما احتاج إلى أي انتقام، هو المتبرع وهو المنتظر. كان يقول أسره، ولهذا ما ورد عن علي الأكبر حتى مع ضربات السيوف بأنه تأوى. هذول تربية علي بن أبي طالب السيف على رأسه ما يقول أهوين، يقول فزت ورب الكعبة. شوف الفرق بين القرابين، قرابين المقربين. قال له بعد عندك شداني؟ قال له نعم. قال له وما هو؟ قال له السكين هذه اللي عندك حدها حدا حاميا حتى اذا لامست رقبتي تقطع رقبتي دون ان تتعطل في الذبح. ليش تعالوا انا عن وياك؟ يمكن يتغير رايك في الساعه. قال له الثالثه، قال له الثالثه يا ابتي هذا القميص اللي علي أريدك تنزع. قال له ليش؟ وأنا راح أذبح. قال له أدري، لكن إذا خليت القميص علي هذا الدم راح يجي على قميصي، ولا يقبل أن يقع هذا القميص في يد أمي. يمكن يوم من الأيام تمر على القميص تشوفه وتتذكرني، فإذا رأت دمي أخاف على قلبها أن يتصدق. شيل القميص، خلي عليك هروج بحر من غير قميص. قال له بعد يا مريم، قال له وين هذا القميص بعد ان تنزع لامي لب البر؟ قال له شو زوجي؟ قال ارجع الى امي واديه لامي، لانها اذا اشتاقت لي بمجرد ان تشم ريحي ترتاح روحها ويسكن قلبها. صدق يعني يا جماعه هذه حاله انسانيه. انت شوف الام لما تفقد ولد يمر على فقد 40 يوم وشهر، إذا حست بالضيق ما يشوفون البيت، خالي ما موجودة هي بالبيت، يدورونها يشوفونها على فراش ولدها تشم ريحة، يعني حالة الأذى على والتعب تسكن إذا شمت رائحة الولد. يقول فأنا أخاف على أمي، ماذا شرح مر عليها؟ أدري راح تبقى مدة وهي تفكر في حالتي وفراقي ووعدي، فهذا القميص خلى عنها. إذا ليلة من الليالي ما غمضت عينها تفكر فيه خلها بس تشم ريحة يهدأ قلبها. قال عندك شو؟ قال هي هذه الوصايا. يقول فأخذ وأوثق يديه ورجليه كتافا وحد السكين وقلبه على الرحل وجاء هنالك إبراهيم ليمكن السكين من نحر إسماعيل. فأوحى الله تبارك وتعالى إلى جبرائيل أن يا جبرائيل اهبط إلى الأرض، فإن وصلت نية إبراهيم إلى رقبة إسماعيل فاحتزت رقبة محوت اسمك من أسماء المقربين. يعني ابتدال سريع عاجل. فهبط الأمين جبرائيل ووضع هنالك، يقولون تفسير الشيخ ناصر مكان الشيرازي وغيره، يقولون في البداية قام هنالك جبرائيل بقلب السكين، فصار الحد إلى الجانب الآخر، وصار إبراهيم يضع
فاطم السكين بظهرها على رقبه اسماعيل. وما تشتغل السكين قدرة القادر. يقول الشيخ ناصر مكارم الشيرازي: وكان يخاطبها الخليل ويقول اذبحي، والجليل يقول لها لا تذبحي، فنطقت السكين وقالت: الخليل يأمرني والجليل ينهاني، وأمر الجليل مقدم على أمر الخليل. وإذا بالأمر من الله: يا إبراهيم قد صدقت، خلاص انتهت خلاص. وفي نقل النقل ما رأيته مكتوبا، لكن أثر ناقله دقيق في النقل، يقول: ضجت الملائكة إلى الله. شيء بسيط، طفل صغير بدون مفعول حتى لو أمر عبادي، لكن بالأخير بشارة أن خلاص إبراهيم ارفع السكين. وفديناه بذبح عظيم. هذا يقولون أنه أنزل كبش عوض إسماعيل، لكن هنا يقولون أن إبراهيم تأثر، تمنى أن لو كان قد ذبح إسماعيل. يقول: أنا أتمنى أن أحوز هذا الرضا، أحوز هذا الشرف، يقول أقرب قربان إلى الله عز وجل. فأوحى الله إليه قال: سأجعل من ذريته من تقدمه. قال: ومن هو؟ قال: هو الحسين بن علي. ولهذا الذبح العظيم، من هو الحسين؟ يعني هو الكبش. الكبش أخي ما يسمونه ذبح عظيم، وصف العظيم يقتضي لمقامات عالية، كما قال رسول الله في حق النبي صلى الله عليه وآله، كما قال القرآن في حق النبي صلى الله عليه وآله: وإنك لعلى خلق بالله عليك. العظمة المنسوبة إلى أخلاق النبي تصير منسوبة إلى كبش نازل. شنو قيمة الكبش؟ الذبح العظيم هو الحسين بن علي سلام الله عليه. ورجع هنالك إبراهيم ومعه إسماعيل، وذيك الساعة أم الولد فارضة مرضى تنظر ولدها، والشيطان يأتيها في كل ساعة ويصوت لها بأن إبراهيم قد ذبح ولدها. شوية وإذا بإبراهيم قد أقبل ووجهه يتصبغ عرقا ومعه إسماعيل، حالت منها الكفاتة، فنظرت إلى أثر السكين على رقبة إسماعيل، مو أثر الحال يوم انقلبت السكين على الضغط، يوم نزل السكين من ظهرها وصار يضغط على الرقبة، ترك شيء من الأثر من الإحمرار. وجاينها الشيطان يقول لها بأن إبراهيم سيذبح إسماعيل. قالت: هني إسماعيل، من هذا؟ هل أثر تقربتك شنو؟ ساكت زيك، أخبرني يا إسماعيل. التفت إلى أبيك لأبي: أمي تأمرني وأنا ما أرد، لكن أنت جاوب نيابة عني، لا أريد أن أؤذيها ولا أريد أن أترك الرد عليها. فقال فأخبرها إبراهيم بما هم بأن يصنع، بس تصورت أن الولد مذبوح قدامها، مو شافته مذبوح وسالف واقف قدامها، لكن يوم خبرها إبراهيم ترى السجين شايلنا حتى أذبح الولد لولا رحمة الله، صرخت من صبيح قلبها طاحت. قالوا: فماتت هاجر في تلك الساعة، بس تصورت الولد مذبوح. ولما شافت الولد ايش قال؟ شو يصير فيها؟ ولهذا يا اخواني اللي يريد يوصف حالة ليلى صعبة عليه ما يقدر. إذا تريد تعرف حالة ليلى شوف حالة الحسين يوم هم الولد بالخبز. صدقوني بالله يا إخواني، أنا سائر السنة أتجنب أني أمر على القضية لأنها تؤذي القلب أكثر من المصرح الأكبر. يوم تقدم علي الأكبر إلى الحسين يطلب منه الإذن للميراث، ورد في التاريخ أن بمجرد أن رأى الحسين طول علي الأكبر، بس شاف الولد واقف قدامه ويقول بطلع للموت، وإذا يعني هذا نص العبارة التاريخية، وإذا بعيني الحسين قد انهمرتا بالدموع، يعني مو قطرة قطرة، لا لا سقطت الدموع دفعة. قال:
قال أرخى عينيه بالدموع. تعرف أرخى شو؟ شايف الدم إذا طلعه من البيت ما ينزل الماء قطرة قطرة، لا الماء كله يسيل. يعني الحسين شاف الولد قدامه واقف مو دمعة دمعة طلعت من عينه، مثل الشلال صار على الولد. شو يقول الله؟ ما أعطيك ولدي؟ ما يسوي هذا الحسين. وقف هنالك أبو عبد الله وتوجه إلى الله بشريبة كبيرة، شريبة مظلوم، كلمة مظلوم. اجتمعت العصبة مع المظلومية، رفع طرفه نحو السماء قال اللهم اشهد عليهم. فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بحبيبك محمد صلى الله عليه وآله، وكنا إذا اشتقنا لرؤية وجه نبيك نظرنا إلى وجه هذا الغلام. اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قلدا ولا تضل ولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصروننا فعدوا علينا يقاتلوننا. بعد حرارة قلب وأديب ما برد قلبك، لكن وجه الخطاب الى صح يا ابن الساعه قطعت رحمي، قطع الله رحمك، وسلط الله عليك من يذبحك على فراشك عاجلا غير عاجل. هذه الكلمه عرف منها علي الاكبر بانها اجازه، هم بان يركب على ظهر الجواد. قال هو يصعد واذا الحسين قبض على يده، قال له بني ما تريد ان تصنع؟ ايش بتسوي؟ قال له بني انا افتهمت بانك اجزتني في الخروج. قال اي نعم، قال انا ايش تريد تسوي؟ قال له بني اريد اروح. قال له لا يا ولدي، انا اقدم منك الى الله، خليني انا اقدمك الى الله. شلون تقدمني؟ والله تسامحوني يا جماعه، صدقوني والله صعب علي. قال له أريد أسوي شيء ولا تمانعني. قال له شنو؟ قال أريد أركبك على الجواد بإيدي. شلون؟ قال ارفع رجلك حتى أخلي أنا رجلك بإيدي في الركاب. قال له أبويا ما أسويها، شلون ارفع رجلي بوجهك؟ قال بحق أمي فاطمة. الحسين قبض على رجل الولد وضعها في الركاب. قال له يا علي اريد ادق واصعد على رجل في يدك. يا علي اركب الولد، اخذ اللجام يمشي. قال له لا ابوي اعطيني اللجام، خليني انا امشي بايدي. اعطى اللجام الى ابي، صار الحسين هو اللي يقود الجواد الى الولد، والولد على ظهر الجواد ويشوف الحسين يتبع. هالكلمة شوية صعبة. أنا أدري الحسين غالي غالي عندنا، غالي أبو علي. هالكلمة حضر قلبك حتى تمشي بها أكثر. قال له أبويا ما أقدر أمشي، أولت وأخرت وأرجع إلى ورا، خليني أطلع للمعركة. رجع الحسين، علي الأكبر تقدم خطوات. قال أبويا رجع لو ما رجع؟ يا جماعة التفت علي الأكبر إلى ورائه وإذا الحسين يركض حافل قدمه. يا اهل الخيام
تقراها البيت وانا اللي اقراها انت اللي راح تقراها في هالسنتين هذه شوف كم بيت كان عليها